طيب نعود إلى الكورونا، وكنا بنكلمكم على الأرقام منذ قليل. خلونا معنا على الهاتف دكتور خالد مجاد المتحدث باسم وزارة الصحة. دكتور خالد مساء الخير. مساء الخير يا أستاذة لمين، تحياتي لحضرتك. أهلا بك. هل الأرقام بتاعت النهاردة موجودة معنا ولا لسه لم تظهر؟ لا لسه، يعني يمكن ساعة إن شاء الله وتبقى من الأرقام موجودة معنا بإذن الله. عندنا يعني إحنا شايفين الوضع الوبائي إزاي يا دكتور خالد؟ والله زي ما وضحت لحضرتك قبل كده، هو الوضع الوبائي طبعا في زيادات ملحوظة في أعداد الإصابات الفترة الأخيرة، ولكن خلينا نقول في زيادة مستمرة ولكن مستقرة، بمعنى أنه الحمد لله ما فيش زيادات مضاعفة أو ما فيش زيادات مفاجئة، يعني ما بننامش 1000 نصحى 2000، وده في حد ذاته كبير، لأن ده كويس جدا لأنه بيحافظ على عدم انهيار المنظومة الصحية. ولكن في زيادات في الأعداد، في زيادات كل يوم، في مراجعة ومتابعة لأعداد الأسرة والسعة السرية، سواء الأسرة الداخلية أو أسرة رعاية مركزة أو توافر مخزون الأكسجين الاستراتيجي. ويمكن السيدة وزيرة الصحة يوميا في اجتماعات وشكلت لجان لمتابعة منظومة استهلاك الأكسجين على مستوى المستشفيات ومستوى المحافظات، لأنه تلاحظ أن في الاستهلاك زاد الفترة الأخيرة في بعض المستشفيات في بعض المحافظات زي محافظات الصعيد. تم تشكيل لجنة لمراجعة الاستهلاك، فيها اللجنة دي بتبقى شفت كل 6 ساعات، في طبيب وفي فني أكسجين وفي تمريض، بنراجع استهلاك الأكسجين وبنتأكد من عدم فتح الأكسجين بطريقة عشوائية أو بطريقة مستمرة. يعني المريض اللي موجود على مصر اكسجين لو اتحرك في المستشفى، مستشفى العزل، او قام يدخل الحمام او نزل يعمل فحص معين، اشعه او تحليل، ممكن يسيب الاكسجين مفتوح، فده بيتم مراجعته، بيتم غلق الاكسجين لمتابعه استهلاك الاكسجين، وده مهم جدا كمنظومه اكسجين لعمله بيتم عمله بصفه يوميه. النهارده السيده وزيره الصحه يمكن اخر اجتماع عقدته صباح اليوم لمتابعه منظومه الاكسجين ومراجعه نسب الاشغال، خاصة في مستشفيات الحميات والصدر، لأن نسب الإشغال فيها ارتفعت الأيام الأخيرة، فبنراجع توافر أسرة داخلي أو زيادة عدد الأسرة أو التوزيع العادل للمرضى على المستشفيات عشان يبقى في أماكن في المستشفيات موجودة، ووجهت بتشغيل كل الأسرة الداخلي على اسطوانات أكسجين وليس شبكات أكسجين، وده هدفه إن احنا نحد من الاستهلاك شبكات الأكسجين، وبالتالي بنحافظ على المخزون الاستراتيجي من الأكسجين وعدم سحبه، لأن طبعا في أولوية النهارده للدول اللي فيها نقص حد الاكسجين او زيادات كثيفه او مضاعفه في الاعداد. يوميا ايضا في مراجعه لتوافر المستلزمات في المستشفيات والمخزون، والسيده الوزيره راجعت المخزون المستلزمات في التموين الطبي او مخزن الوزاره وتوزيعها بصفه يوميه على المستشفيات طبقا للاحتياج. في زيادات زي ما قلت لحضرتك مستمره، زياده الاشغال بقى هو ده اللي انا عايز اسال عليه، زياده الاشغال بالذات في الاي سي يو او في العنايه المركزه، الاسره بتاعت العنايه المركزه هل ممتلئه ولا زياده الاشغال نسبتها قد ايه يا دكتور؟ لا خليني اقول لحضرتك، يعني مع الزياده في الـ في الـ في الـ في الاعداد اليوميه، لكن الحمد لله ما زال عندنا يعني نسب الاشغال ما بتزيدش بحد كبير. يمكن اخر بيان يومي لنسب الاشغال بالامس كان نسب الاشغال للاسره الداخلي، كانت نسب الاشغال على مستوى الجمهوريه 35.6، ده طبقا للبيان المحدث بيان الامس. الاسره الرعايه المركزه كانت 70.6% نسب الاشغال، اجهزه التنفس الصناعي كانت 42.1، يعني ما زال عندنا الحمد لله في سعه سريه بالنسبه للاسره الداخلي او اسره الرعايه المركزه بتتجاوز من 50 لـ60% في على مستوى المحافظات، ده متوسط الاشغال. والاجهزه التنفس الصناعي ايضا يمكن اسره الرعايه هي نسبه الاشغال او نسبه الاسره الشاغره حوالي 35% على مستوى المحافظات، ودي نسبة مقبولة وبيتم مراجعتها يوميا مع يعني ارتفاع المستوى الوبائي أو زيادة الإصابات على مستوى المحافظات. يعني مصر والعالم كله قلق من التحورات، من الفيروس المتحور اللي جاي لنا من كل مكان ومن كل حدب وصوب، وكل بلد عندها فيروس متحور. والنهارده اعتقد كان في قرار للسيده الوزيره باجراء فحص الحمض النووي السريع للوافدين الى مصر سواء مصريين او غير مصريين. اشرح لي الجزء ده، هل لكل المسافرين ده تست شكله ايه؟ وهل ده لكل المسافرين هيكون او للعائدين في المطارات؟ اشرح لي ازاي ده هيتم يا دكتور.
خليني اقول لحضرتك الاول، اشير لقرار دوله رئيس مجلس الوزراء رقم 684 سنه 2020 واللي صدر في 1 سبتمبر 2020، وبيتضمن تطبيق ضوابط واجراءات واشتراطات الدخول بدءا من 1/9/2020 وفقا لما تضمنته الماده الثانيه من القرار، واصدار منشور دوري رقم 21 لسنه 2020 لتطبيق هذا القرار. قرار دوله رئيس مجلس الوزراء الحقيقه كان بينص على او الشرط فيه في الماده الثانيه انه يشترط لدخول البلاد لجميع الوافدين سواء المصريين او غير المصريين من الخارج ان يحمل شهاده PCR تفيد بخلوه من فيروس كورونا. وخليني اؤكد لحضرتك ان هذا القرار ساهم بشكل كبير جدا في الحفاظ على جمهوريه مصر العربيه والشعب المصري من ان يجي لنا اصابات، سواء اذا كان في مصريين قادمين من الخارج او غير مصريين، بيشترط لدخولهم وجود شهاده PCR تفيد الخلو من فيروس كورونا. الحقيقه في اجراءات اضافيه صدرت بقرار من السيده وزيره الصحه مساء امس، وهي ان اي مسافر، يعني طبعا تطبيق او تجديد الاجراءات الاحترازيه على بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد سواء البريه او البحريه والجويه.